السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنبدأ نتكلم على ازاي نجيت الماكسيمم بنفيت فروم ذيس كورس. الكورس بتاعنا احنا بنحاول نحط له لوجيك ان الناس تقدر تتابعه بشكل منظم، فاحنا عاملين الفيديوهات ليها لوجيك. فاول جزء عشان تقدر تجيت الماكسيمم بنفيت فروم ذيس كورس انك انت تفولو الفيديو از ديسكرايب. احنا لو في فيديوهات ليها ديبندنسي هنقول ان في ديبندنسي، لو ما فيش يبقى لازم تشوف في الديبندنسي بتاعتها. فدي اول حاجه مهمه جدا، اوردرز تو الفيديو بتاع الكورس بتاعنا. النقطه الثانيه هي الريفرنس، ودي نقطه هنتكلم عليها قدام ما نيجي نشوف ايه هم الريفرنس على كل حاجه لكل شابتر، بس هي ريفرنس جزء لا يتجزأ من الكورس. بمعنى ان انا لو قلنا ان شاء الله في الشابتر ده او في الفيديو ده انت محتاج تقرا في كتاب معين، شابتر كذا، شابتر معين انت محتاج تقراه، يعني قلنا شابتر 2 مثلا فروم بيج 1 تو بيج 15 محتاجين نقرا ال 15 بيج دول. لو احنا انت ما قراتش دول فانت كده بتلوز جزء من الفوكس او جزء من اهميه الكورس ده، فانت مش تقدر توصل للماكسيمم بنفيت بتاع الكورس ده. هو انت ممكن ما تقراهمش بس مش تقدر توصل للبنفيت اللي احنا محتاجين توصل لها. حتى لو في اكزامبل انت محتاج تمبلمنتها، تعمل امبلمنتيشن اكزامبل دي. اوكي، طيب نقطة مهمة ان انت لو في عندنا كود، لو احنا عندنا كود او في اكزامبل مدينه لازم تعمله تكرره تاني لوحدك او معايا، بحيث انت تقدر توصل لنفس الليفل اللي احنا واصلين لها. لو في باج، لو في حاجة تقدر توصل لها، لو في مشكلة تقدر تعملها، فدي نقطة مهمة جدا. نقطة كمان assignment، لكل شابتر احنا عندنا assignment. assignment دي قد يكون use case، قد يكون project، وهنقول قدام ازاي انك انت تقدر تسبميت الاساينمنت وازاي تيست ان الاساينمنت بتاعك الحل بتاعك مظبوط. فدي نقطه مهمه جدا. حاجه كمان ask your questions، احنا عايزك تسال اسئله، يعني عندك اي سؤال في دماغك، حاجه مش واضحه. احنا ان شاء الله عاملين بلاتفورم على جوجل كلاس روم، هتقدر انك انت عن طريق اللينك الموجود في تحت الفيديو ده، المفروض في الفيديو ده في الديسكربشن في جوجل كلاس روم لينك، تخش جوين على الكلاس روم ده، تحط الاسئله اللي انت عايزها على كل شابتر او على كل فيديو. اسال اسئله، ناقش، ما تشيلش سؤال في دماغك او تفترض انك انت فاهمه صح وهو مش مفهوم صح، فدي نقطه مهمه جدا لينا. نقطه كمان ان انت لو في ديسكشن، لو احنا مثلا حاطين ديسكشن فورم او ديسكشن كويستشن، دي نقطه مهمه جدا احنا محتاجين انك انت تشارك فيها عشان نثري الكورس ده. الجزء الجاي هنا هنتكلم على الديبندنسي. احنا بنقول ان الكورس ليه ديبندنسي بين الشابترز، ايه هي الديبندنسيز دي؟ طيب احنا اول حاجه هنا عندنا في عندنا بوكسز، خلينا نقول في بوكسز، في ريد، خلينا نقول ده ريد، يعني ريد بوكس، في بلو، في بينك، في بيربل، سواء البوكسز دي في لوجيك ما بينهم. اول حاجه الريد بوكسز، الريد بوكسز دي هي البيزك، يعني انت ما ينفعش تتحرك في الكورس ده الا لو انت ايذر انك انت تكون شفت الفيديوهات دي او تكون تعرفهم بس عارفهم بشكل كويس جدا. بمعنى ان انا مثلا دلوقتي بفترض انك انت قبل ما تبدا هدوب انك انت كنت شفت انتروداكشن، انت كنت شفت الداتا مانجمنت ويك اللي هو الشابتر بتاع الداتا مانجمنت، تكون شفت الشابتر بتاع ديستريبيوتد سيستم. اوكي، طيب شفت الشابتر ده تقدر تروح في اي حته لاي حته، بس اللوجيك المنطقي بتاعنا في الكورس هنا هو ان احنا يبقى عندنا الترتيب. فلو انت تمشي بالترتيب، عندنا انتروداكشن، عندنا الداتا مانجمنت كور، الداتا مانجمنت شابتر، عندنا ديستريبيوتد سيستم، هنتكلم يبقى احنا بنينا الداتا مانجمنت، دخلنا ديستريبيوتد سيستم، بعد كده تطبيق بقى. ماشي، هنتكلم على هدوب ما بروديوس از تطبيق از ابلكيشن للديستريبيوتد سيستم والداتا مانجمنت. اوكي، هنتكلم على الفانكشنال بروجرامنج وسكالا. دي نقطه مهمه جدا ان احنا ممكن نخش في سبارك على طول من غير ما نفهم ولا سكالا او نفهم فانكشنال بروجرامنج، بس هنا هيحصل شويه لابس، الناس هتبقى عندها شويه فجوه مش تفهم سبارك بشكل كويس جدا. فعاملين شابتر لوحده للسكالا والفانكشنال بروجرامنج. ماشي، هنشرح فانكشنال بروجرامنج بشكل عام وتطبيق ليها سكالا، في لانجوج ثانيه زي هاسكل بس هنشرح اكزامبل سكالا. اوكي، بعد كده سبارك، بعد كده هنبدا نشرح ابلكيشن بقى باستخدام سبارك، باستخدام هدوب، باستخدام الانفراستراكشر بتاعت هدوب عامه، سواء other ecosystem like hive او اي حاجه زي كده. بعد كده عندنا messaging system، هنا هنتكلم يعني ايه messaging system، ايه لازمته، هنشرح ال event driven application، لو عندنا application مثلا، ونشرح تطبيق لها كافكا هناخده بشكل تفصيلي. بعد كده هنتكلم عن data orchestration، ازاي تعمل orchestration الداتا بتاعتك وتنظمها. بعد كده هنتكلم عن نو سيكوال databases، ان احنا ازاي بقى عندنا نبني النو سيكوال داتابيزز وايه لازمتها، ونشرح
features بتاعتها ايه، وهناخد example ليها كاساندرا. هوفر ان في اكتر من database هي نو سيكوال، بس هناخد كاساندرا as example. وزي ما قلنا انت لو فهمت distributed system وفهم data management وفول الكورس معانا، هتلاقي ان كاساندرا وكم معظم database ليهم كم features. بعد كده هنشرح الالاستيك سيرش والالاستيك ستورج. بعد كده اخر شابتر هو اللي هنقفل بيه الكورس، وهنتكلم هنا على الداتا اركتكتشر ديزاين. الشابتر ده احنا مش هنشرح كل الداتا اركتكتشر ديزاين، الشابتر ده هنقدر نقول هيبقى يوز كيس اكتر، اكزامبلز اكتر، شويه برنسبل كده، شويه حاجات نقول لو هنبني كذا ناخد بالنا من كذا، فهيبقى الشابتر ده ليه تفاصيل. طيب لو جينا هنا بقى عايزين، طب انت مش عايز تمشي في الكورس بالاوردر ده، انت هنا عندك اوبشنز كتير جدا. انا حاولت اسمبليفاي الديبندنسيز. فاحنا مثلا قلنا ان انت من بعد انت مثلا هنا من بعد الديستريبيوتد سيستم انت ممكن تروح على هادوب، ماشي، ممكن مش عايز هادوب، انت مش مهتم هادوب، عايز تروح لايه لسبارك. فانت محتاج قبل تروح لسبارك لازم تعدي على الفانكشن بروجرامنج وسكالا. فهنا مثلا في ليميتيشن، ما ينفعش تروح مثلا من هادوب من ديستريبيوتد سيستم لسبارك، لا لازم تروح على سكالا وفانكشن بروجرامنج. ليه؟ احنا قايلين معلومات ليها علاقه بسبارك بنرفير ليها في الشابتر ده. اوكي طيب انت ممكن بعد السبت سيستم تروح للماسكينج سيستم، انت مش محتاج ولا هدوب ولا سبارك، انت معظم الابلكيشن بتاعتك لها علاقه بكافكا مثلا، فانت ممكن تروح من الديستريبيوتد سيستم هنا تروح للماسكينج سيستم على طول. طب خلاص ماسكينج سيستم ممكن تروح للنو سيكوال. فاحنا هنا بنشرح ايه الباسز اللي ممكن تمشي فيها عشان توصل لتخلص الكورس. لو انت مش محتاج عايز سكيب بارت، احنا بنريكومنت تمشي بالنسق ده. طيب اهم حاجه احنا عندنا هنا تو نوتس. اول حاجه لو احنا لازم تخلص ريد بوكسز او شابترز الاول. النقطه الثانيه انك انت حاول خلص الكومن جروب. يعني مثلا دلوقتي احنا انت بدات في البلو، قلت مثلا انا عايز اتكلم على الهدوب والمابجوز، خلص البلو كلهم، بعد كده موف لكافكا او تموف للنو سيكوال او تروح لاي حاجه. بس لو عايز تروح لاخر شابتر، شابتر 12 اللي بيتكلم على الداتا اركتكتشر ديزاين، انا افضل لازم تخلص كل الكورس قبل ما تروح هناك. احنا كده وصلنا لاخر جزء في الفيديو ده. ده كان فيديو قصير، احنا شرحنا هنا الديبندنس بتاع الشابتر بتاعنا، وشرحنا ازاي في الاول ازاي تجيت الماكسيمم بينيفيت. في شويه تفاصيل يعني كمان اساينمنتس وعلى تكست بوكس ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا.